أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الجهر بالإلحاد لمن استطاع إليه سبيلا. طبعا اليوم معنا مجاهر جديد، ولكن هالمجاهر هذا يعني غني عن التعريف نهائيا. هو يعني بصراحة أنا لي الشرف إني أستضيفه، إنسان رائع بكل معنى الكلمة، الأستاذ جورج بوب. خلينا نرحب فيه. أهلا وسهلا فيك جورج. أهلا جان، وأهلا بكل المستمعين. اهلا فيك جورج. بصراحة جورج يعني انا كثير سعيد فيك، كثير سعيد باستضافتك بهالبرنامج هذا، وهذا شرف لي انه استضيفك بهالبرنامج هذا. أشكرك، الشرف ليا أن أنا أبقى معك في البرنامج ومع جمهورك. حبيبي حبيبي جورج. جورج يعني بس هيك بطاقة مختصرة، طبعا كلنا بنعرف مين هو جورج، بس مشان الروتين البرنامج يعني بطاقة مختصرة عن تعريفي عن حضرتك، تفضل. أنا جورج، عايش في تكساس في أمريكا، وأنا طبيب. تخرجت في شهر ديسمبر السنة اللي فاتت، وبشتغل في مركز للقلب دلوقتي. وده في الحياة الشخصية. بالنسبة لمجهوداتنا احنا، أنا بعتبر نفسي واحد من الناس اللي اتأخروا في التفكير، بس أخيرا يعني كان عندي الشجاعة الكافية إن أنا أواجه أسئلتي كلها وقت ما كنت متدين، ووصلت للنتيجة اللي الناس شايفاها بقالها 2 3 سنين. برافو برافو جورج، برافو. يعني أنا بصراحة أحييك، لأنك يعني تأتي متأخرا خيرا لا تأتي. يعني المهم صحيح، فكرت، وأنا كثير يعني فرحان إنك سويت شيء بصراحة، أنت فكرت وقدمت شيء للناس. يعني جورج خليني بس بدي أبدأ بسؤال، سؤال يعني مباشر هيك، لماذا تركت الدين؟ طبعا نحن بنعرف خلفيتك مسيحية، بكم سطر يعني، ما بسطور، 3 4 سطور، لماذا تركت الدين؟ زي ما قلت انا اتاخرت شويه في حكايه التفكير، لان من كاي طفل بيتربى في اسره متدينه ايا كان دينه بيرتبط بهذا المجتمع الديني وهذه الافكار الدينيه. فضلت كاي طفل بيبقى عنده اسئله، الاسئله دي واجهتني كتير، لكن كنت دايما بهرب منها. ما كانش عندي الشجاعه الكافيه ان انا اواجهها. حتى لما بدات اتطلع الى العلم، ادرس، بقت الحاجات العلميه اللي انا بدرسها تناقض الفكر الديني، ولكن انا ما كانش عندي الشجاعه الكافيه ان انا اواجه الدراسه الشخصيه بالافكار الدينيه. فكنت دايما بحاول اوفق بينهم بطريقه ما، لكن فاينلي ما قدرتش بقى. يعني لقيت الاسئله كترت جدا ومفيش اجابات. وقبل الخطوه الاخيره، قبل ما اسيب الدين، قعدت مع رجال دين مسيحيين كتير من كذا طائفة، من شتى طوائف، الطوائف الكبيرة بالأخص، ومفيش إجابات. نفس الإجابات هي نفس الخلط هو، مفيش إجابات واضحة، مفيش إجابات شافية للأسئلة. فما قدرتش أكمل، فقررت إن أنا أستغنى عن الحياة الدينية خالص، وأحاول أشوف أي حاجة تانية بعيد عن هذا الفكر الديني يعني. برافو برافو برافو، انا احييك بصراحه، واحيي كل انسان يفكر بهالتفكير، بيقول للتدين باي باي، ما عدناش نستحمل يعني بدنا شيء هي خطوة مش سهلة برضه جان، عشان الناس اللي دلوقتي في مرحلة البحث مثلا، اللي واصل لنفس المرحلة اللي أنا كنت واصل لها من 5 6 سنين، الخطوة دي مش سهلة إطلاقا، لأن دي حاجة يعني الدين حاجة أساسية من الحاجات اللي أنت بتتربى عليها، زي حب أبوك وأمك وزي الحاجات الأساسية في حياتك. الدين هو عامل أساسي، فإنك تنزع هذا الفكر من جواك أو إن أنت تواجهه دي حاجة مش سهلة. والإخوة اللي هم في مرحلة البحث دلوقتي الموضوع مش سهل، ولكن ممكن يعني أنا مثل جان، مثل أمثلة كتير موجودة. فالخطوة مش سهلة، ولكنها خطوة مهمة وهتفرق في حياتك بعد كده. بالضبط بالضبط جورج. يعني مثل الدواء المر بصراحة، واحد لما بيش خصوصي الطفل لما تعطيه دواء مر بيحاول ما يشربه لأنه مر، ولكن بالنهاية هو مفيد، يعني هو صحي، هو اللي هو يعني دواء. جورج خلينا نبدأ بمشوارك. نحن الحلقة أصدقائي اليوم
أنا اتفقت مع جورج وكتر خيره، وأنا سعيد كتير بجورج. يعني اتفقنا على سلسلة من الحلقات كل يوم سبت بنفس الموعد رح نعمل حلقة مع جورج. وطبعا بتمنى من أصدقائي يطرحوا علينا المواضيع يعني تخطر على بالهم أنه نناقشها بكل حلقة، ويعطونا اقتراحاتهم. طبعا هالحلقة هي رح تكون بس حلقة تعريفية عن الأخ جورج، والحلقات الجاية رح ندخل في الإعجاز العلمي والإعجاز البتاع كله. رح نفصفص لكم الإسلام، يعني مو بس الإسلام، المسيحية خصوصا، يعني هو بما أنه من خلفية مسيحية فالمسيحية خصوصا يعني، بس الإعجاز العلمي لازم نتطرق له. هالحلقة رح تكون بس حلقة تعريفية عن الأخ جورج. فأخي جورج، نبدأ بالبداية من الطفولة، كيف تربيت في بالدين؟ كيف كان المجتمع يعاملك بالدين؟ كيف شفت الله؟ كيف تعرفت على الله؟ انتوا عندكم يسوع الدلوع طبعا. فضح. انا ما تربيتش بأسرة متدينة قوي، يعني ابويا كان ملحد او على وشك الالحاد، او كان عنده وسيلة فبيحاول ان هو يبعد، يعني ما كانش بيروح كنايس، ما كانش ليه خلطة بالثقافة الدينية. امي ست متدينة عادية زي الناس المسيحيين الغلابة، اللي هو يعني بتروح الكنيسة وبتاع، بس عمرها ما يعني ما تعرفش التفاصيل، ما تعرفش حاجة. هي عارفة يسوع حلو واحنا بنحبه وماشيين وراه. لكن انا لما شفت هذا الصراع في البيت او هذه الافكار المختلفة، حبيت ان انا اعرف لنفسي يعني. فمن وانا صغير خالص، من وانا في بداية المرحلة الابتدائية، بدأت اروح الكنيسة. ساعتها كنت بروح الكنيسة الارثوذكسية، لان ده الماجوريتي في مصر من هذه الطائفة يعني. الكنيسة الارثوذكسية كنيسة جامدة، حجرية، سلفية. انا احب اقول عليها دايما الكنيسة السلفية، لان ما فيهاش اي نوع من التجديد، ما فيهاش ديمقراطية، ما فيهاش افكار، ما فيهاش اي حاجة. هي حاجات جامدة زي العقيدة السلفية كده، عقيدة سلفية متصلبة جامدة، ما فيهاش اي تغيير، وليها قواعد والنظام والقوانين بتاعتها والمواعيد والصيام وبتاع. فانا ما اقتنعتش قوي بالفكر ده، ولكن كنت مرتبط بالكنيسة لحد يمكن أول إعدادي. حسيت إن في حاجة غلط، يعني أنا مش مرتاح في الجو ده. الجو ده مش جو ديمقراطي كفاية، مش عارف أعبر عن أفكاري، بسأل أسئلة محدش بيعرف يجاوبني عليها. فلقيت الكنيسة الإنجليزية أكثر انفتاحا. الكنيسة الإنجليزية فيها مور ديموكراسي، يعني فيها ديمقراطية أكتر، فيها فكرة أكتر، في إجابات تحترم عقلك شويه عن الاجابات الارثوذكسيه. يعني الكنيسه الارثوذكسيه هو كده وهو كده، يعني كده عشان احنا تسلمناه من الاباء. فهي نفس فكره العقيده السلفيه، السلف الصالح، احنا بنعمل الحاجه سيبك من العقل واعتمد على النقل. فطالما السلف الصالح قال لنا هو ده، يبقى هو ده. ان لو انت فكرت ده ممكن يوصلك لطرق بعيده عن الطرق المستقيمه. فلو جات لك اي فكره، ده الشيطان بيحاول ان هو يشتتك، فما تسمعش لافكارك، ما تفكرش. هو احنا استلمناها كده من مرقص، هي لازم تبقى كده. الكنيسه الانجليزيه اكثر انفتاحا، ممكن يحاول يرد على افكارك، ما بيقولكش ما تفكرش. فجذبتني شويه الكنيسه الانجليزيه عن الكنيسه الارثوذكسيه، وانخرطت بقى في الكنيسه الانجليزيه انخراط شديد جدا، وبقيت من احد الخدام اللي موجودين. وقريت الكتاب اللي بيقولوا عليه الكتاب المقدس، قريته فوق 20 مرة. كنت شاغف ان انا اقرا الكتاب ده كتير، واحفظ منه اجزاء كتير، واعرف القصص كلها، واعرف كل الافكار اللي فيه. فقريته كتير جدا. وانت بتقرا طبعا بتظهر لك اسئله بقى كتير جدا ما فيش عليها اجابه. يعني بتبتدي بالعهد القديم مثلا، حاجات من اول سفر التكوين، حاجات مش منطقيه، حاجات مناقضه للعلم تماما، حاجات بتطلع وتختفي في وقت كده. وانت بتقرا في سفر التكوين تلاقي حد واحد طلع كده ما حكالكش عليه قبل كده، قال لك فلان، وبعدين تفهمش فلان ده جه منين، وبعدين يختفي مره واحده. فما فيش يعني سفر التكوين اللي انا عرفته بعد كده لما في هذا المجال، ان سفر التكوين ده مقتطع من كتاب كبير كان قبله. ولكن لما الكنيسه في سنه 325 مجمع نيسية ما عجبهمش قصص كتير من الموجوده فيه، فاقتطعوا منه سفر التكوين ده وخلوه كده على جنب. والسفر نفسه او الكتاب الكبير نفسه اللي كان فيه بقى ليليث وقصص تانية المسيحيين ما عرفوش عنها حاجه معلمه الاعدام.
عشان كده في قصص لو انت قريت بقى الكتاب كله على بعضه تلاقي القصه دي من اولها لاخرها موجوده، ولكن لان هم قطعوا جزء كده فتلاقي قصص غريبه بتطلع وتختفي مره واحده، يعني اخنوخ تلاقيه مره واحده طلع ومره واحده اختفى، يقول لك قايين وهابيل اتجوزوا، طب اتجوزوا مين، حاجات بقى زي كده كتير يعني. الكنيسه الانجليه برضو ما عندهاش رد على الكلام دوت، اسئله كتير بقى بدات تظهر، والاختلافات ما بين العهد القديم والعهد الجديد، العنف الموجود في العهد القديم، حاجات كتير جدا يعني. اسئله اجابات كلها واهيه، وغالبا كلهم حافظين نفس الاجابه، يعني تقعد مع اي قسيس في اي دوله في العالم اي ثقافه يقول لك نفس الاجابتين، غالبا هو واحد اخترع لهم الاجابات دي وهم كلهم بيقولوها زي بعض. لكن لو قعدت تفصص انت في الاجابات دي وتسالهم ما فيش رد، يعني يقول لك لا دي حاجات احنا ما نعرفهاش، او انت عقلك ما يعني دايما هذه الاهانه للعقل، يقول لك انت عقلك محدود والله غير محدود، فازاي عايز تاخد عقلك الله غير محدود تحطه في عقلك المحدود. طبعا كلام يعني بيهين عقلك وبيحسسك ان انت يعني لا خلاص ما تفكرش بقى، يعني انت طالما انت مش فاهم او عقلك محدود فما تتعبش نفسك وتفكر. ولو كنا مشينا بهذه الطريقه ما كناش وصلنا لاي حاجه من اللي احنا فيها اليومين دول يعني. فضل هذه الاسئله تتكون عندي كتير ومفيش اجابات، ونفس الاجابات الوهميه نفس الاجابات الغير شافيه دي طول الوقت، لغايه ما عدت عليا مرحله حسيت بقى ان انا لازم ادور على اجابات شافيه. فبدات ادور على اسس اجانب نفس الكلام برضو، لغايه ما اكتشفت ان مفيش اجابه. من الاخر مفيش اجابه، هو الموضوع لازم تاخده بالايمان من غير ما تشغل عقلك، لو شغلت عقلك مفيش اجابه، فانت لازم تقبل الموضوع كده بالايمان وخلاص. فما قدرتش بقى ان انا اقبل الموضوع بالايمان يعني، لان في حاجات كتير جدا هو مش بيكلمك عن حاجات روحيه مش موجوده، لا ده بيكلمك عن حاجات عمليه. يعني بولس يقول لك مثلا الست لما تدخل الكنيسه صوتها ما يطلعش في الكنيسه، ما تتكلمش، ما تعلمش حد، ما تتسلطش على حد، تغطي شعرها. فانت الموضوع مش بس روحي، لا ده انت في حياه عمليه كمان بتتكلم فيها. طب ايه الهدف او ايه السبب؟ يقول لك لا اصل الملائكه بتبقى موجوده، مالهم الملائكه يعني. تسال بقى الناس المتدينين الكلام ده يقول لك لا دي حاجه بقى ايه لا يعلمها الا الله يعني. فقلت لهم خلاص انتوا والله خليكم مع بعض ادور على سكه ثانيه. على قولة علماء المسلمين بيسمون علماء البهاليل هذول الله اعلم. ايوه الله ورسوله اعلم. ذكرتني بطالع له فيديوهين ثلاثه لهذا يعقوب، هذا البهلول يعقوب اللي جاي عم بيقول حمار العمده تاخذ الحمار بتاعك لما تروح على العمده. أيوة. بقى وهل تفاهات هي يعني عقلك، يعني لا تستعمل العقل للاسف الشديد. رغم حاجات مش داخله مخك مش داخله عقلك خلاص ترمي عقلك على جنب يعني للاسف الشديد. اذا الشعب يحارب العقل فشو بنتوقع منه؟ طيب جورج خلينا نجي على مرحله الشك، كيف بدات معك الشك يعني تطور حتى قلت انا ملحد؟ يا ريت تحكي لنا عن هالمرحله هي اذا سمحت. تفضل. الشاشة زي ما قلت بدا معايا بالقصص بتاعت العهد القديم، دي اكتر حاجه ازعجتني جدا، قصص العهد القديم وافكار العهد القديم والعنف اللي في العهد القديم حاجه مزعجه جدا. ولما تيجي تسال عنها ما تلاقيش اجابات شافيه وما تلاقيش اجابات محترمه خالص، يعني اكتر اجابه اللي هو يعني عصاره ما انتجته افكارهم ان الناس دي كانوا خطاه وعصاة وربنا اداهم فتره طويله جدا، اداهم 500 سنه ولا مش عارف ايه عشان يتوبوا وما تابوش، فكانت هي دي النتيجه الحتميه، فهم اللي جابوهم نفسهم يعني. ويحسسك ان يعني ايه بالعكس يعني الله كان رحيم معاهم لكن هم اللي ما سمعوش الكلام. طبعا اجابه مش شافيه خالص، لان لو قريت في المشكله ان هم بيستغلوا سذاجه الناس، يعني الناس ما بتقراش هذا الكتاب، يعني هذا الكتاب هو ده الناس ما بتقراهوش. الواحد تلاقيه مسيحي وعمره ما قرا الكتاب ده ولا مره في حياته، او قرا له صفحتين في العهد الجديد وافتكر ان هو قرا يعني. هتلاقي قصص هنا مثلا في سفر القضاء بالنسبه للعهد القديم في قصص اللي هو ايه قتلوا الشعب ده، لان الشعب ده كان شعب مثلا بيحاول يحاربهم او حاجه. لكن في شعوب تاني، في قصه في سفر القضاء الصيدونيين الكتاب ده بنفسه بيشهد ان الناس دي كانت في حالها خالص، بيقول ان الناس دي ما كانش ليهم اي علاقه بانسان ومسالمين جدا وفي حالهم خالص. قام بني اسرائيل عايزين يورثوا الارض، تحس ان اله العهد القديم ده كان ايه تاجر اراضي وبيورث الاراضي. ف
فقال له قام بني اسرائيل عشان يورثوا الارض راحوا دخلوا عليهم حاربوهم وموتوهم كلهم. وحتى الكتاب نفسه بيقول لك ان محدش جه لاغاثتهم لان ما كانش ليهم اي علاقه باي حد، ناس كانت في حالها تمام. طب الناس دي برضو جابوا نفسهم ناس في حالها ما عملتش اي لحد اي حاجه خالص. فدي يعني قصص اجراميه. الكلام ده لو كتب النهارده للاسف الشديد، لان الكلام ده كتب من 2000 سنه ولا 3000 سنه، فدلوقتي احنا بنعتبره كلام مقدس. لكن تخيل معايا لو النهارده كتب قصص بالطريقه دي وحاول ينشرها، هل هيتسمح له في اي دوله في العالم ان هو ينشر القصص دي بالطريقه دي؟ ده اجرام. فطبعا تسال هم مفيش. دي بدات معايا مرحله الشك. وبعدين في جزء ثاني مهم جدا، كل المتدينين اللي بيؤمنوا بوجود اله مفيش اتنين فيهم متفقين على صفات هذا الاله، حتى جوه الدين الواحد يعني جوه العقيده المسيحيه تلاقي الارثوذكسي متخيل او مقتنع تماما ان هو الوحيد المسموح له ان هو يدخل الملكوت، هو الوحيد اللي معاه الحق الكامل، هو الوحيد اللي بينفذ وصايا الاله الكامله. والبروتستانتي مثلا او الكاثوليكي او بتاع العقيده الاخرى ده جاهل وكافر وحل حرقه. يعني هم لا يستعملوا مصطلح كافر، ولكن لو اتكلمت مع اي حد منهم يقول لك لا فعلا دول غلطانين، يعني دول مثلا ايه لا ما بيعترفوش بالعدرا وما بيعملوش مش عارف ايه وبتاع. فالناس دي يعني ما عندهمش الحق الكامل. فحتى جوه الدين الواحد والاله الواحد هم نفسهم مش متفقين عليه. فحتى لو انا فكرت ان انا اتبع هذا الاله، طب اي مله ساتبع؟ اي عقيده هختار؟ وكل عقيده عندها ادله ضد العقيده الاخرى. وفعلا المشكله الكتاب ده انه كتاب فيج جدا لدرجه ان هو بيدعم اي عقيده انت تختارها. يعني عايز تبقى ارثوذكسي موجود هنا اللي يخليك ارثوذكسي، عايز تبقى كاثوليكي موجود هنا اللي يخليك كاثوليكي، عايز تبقى بروتستانتي عندنا برضه منه شغال يعني. فنفس الكتاب غير واضح. فبدا عندي الشك، هل الاله اللي عايز يكلم الناس في الرساله الاخيره يسوع الذي اتى الى لخلاص العالم وخلاص البشريه مش قادر يكتب كلام واضح عشان نتفق كلنا عليه؟ سايب الموضوع مفتوح كده عشان كل واحد يعمل اللي هو عايزه، كل واحد يقترح الحياه بالطريقه اللي تعجبه والعباده بالطريقه اللي تعجبه؟ اكيد في حاجه غلط. يعني النهارده لو جه عالم كتب في اي كتاب في اي علم كلام غير واضح، الكلام لا يمكن ان هو يتنشر في اي مجله علميه. الكلام بيبقى واضح جدا، مفيش حاجه مثلا انها تفسير لكتاب داروين مثلا. يعني ما شفناش مثلا داروين كتب كتاب وصدر تفسير لهذا الكتاب. مفيش كتاب تشريح طلع معاه التفسير بتاعه. لان الكتاب واضح جدا مش محتاج تفسير. طب ليه الكتب الدينيه محتاجه تفسير؟ يعني ليه الكتب دي مش واضحه لدرجه انها مش محتاجه تفسير؟ دي جايه من الاله مش جايه من عالم عادي، ده اله الكون نفسه. هل اله الكون كاتب حاجات مش واضحه لدرجه ان هي محتاجه 50 مفسر ب 50 تفسير ب 50 طريقه؟ كل ده بدا يشككني في حاجه غلط في الفكر ده، في حاجه غلط في الاله ده، في حاجه مش مظبوطه فيه. لحد ما وصلت لان فعلا ما فيش اجابه. يعني الاجابه النهائيه ان ما فيش اجابه، هو كده. تقبله كده قشطه انت معانا، ما تقبلوش كده في بقى العذاب الابدي مستنيك بقى، وايه يعني هيتعمل فيك اللي ما اتعملش. فطبعا دي اخر جزء او اخر حاجه حته كانت مخوفاني. طب افرض انا طلعت غلطان، ما انا ممكن بقى اطلع هناك يبقى المصير الازلي ده مستنيني، المصير الابدي المظلم، وتبقى مصيبه سودة يعني. وبعدين ما فيش رجعه بقى من الموضوع ده. يعني لو دخلت الجحيم خلاص ما فيش فرصه ثانيه. اخر فكره بقى اللي هو، هل لو الاله ده في الصفات اللي هم بيقولوا عليها دي، اله الكون اللي خالق الكون، طبعا كل ده عبث وهراء، بس بنفكر بطريقتهم، لو فعلا في اله وهذا الاله هو اللي خلق الكون وهو اللي حاطط فينا المبادئ الكويسه مثلا اللي هو المحبه الرحمه، هل الاله ده ما عندوش رحمه لدرجه ان هو هياخدك يعذبك عذاب ابدي؟ اذا كنت المفروض ان هو خلقني فانا المفروض اتفضل. طيب جورج، بهالمرحله هي لما وصلت لهالمرحله ما في اجابات نهائيا، فكرت شيء مثلا تقرا بالاسلام ليكون مثلا اله الاسلام افضل من اله المسيحيه، او الحق بالاسلام او غير الاسلام حتى، يعني ديانات اخرى مثلا فكرت فيها؟ بما لانه هون الانسان بيتم انه متعلق باشياء، مثل ما بقول الغريب متعلق باشياء انه يكون في اله، فهل فكرت بغير ديانات؟ لو رفضت اله المسيحيه لا يمكن ترفض، لا يمكن تقبل اله تاني، لان اله المسيحيه ما هو الاله العهد الجديد غير الاله العهد القديم ده مختلف. يعني اله العهد الجديد اللي هو بقى الاله المحب بتاع، لو رفضت هذا الاله لا يمكن تقبل اي اله تاني.
طبعا عدت عليها فتره بدات اقرب بقيه الاديان، بس مش لهدف ان انا عايز ادور على دين تاني اعتنقه، بس يعني خلاص احنا كنا محبوسين في الام ده، ما بنفكرش غير فيه، ما بنقراش حاجه غير عنه. فحبيت ان انا اشوف بقيه الناس دي بتقول ايه، الناس دي عندها ايه. الاسلام طبعا في وشك صبح وليل، يعني انت بتتولد في دوله زي مصر، انت مش محتاج تتعرف على الاسلام من اول وجديد، لان انت من اولى ابتدائي بتاخد ايات قرانيه وبتاخد حديث وقصص وكل شيء يعني. فالموضوع ما كانش جديد عليا، وإله الاسلام يعني ما يفرقش كتير عن إله العهد القديم. فاللي رفض إله العهد القديم لا يمكن يقبل إله الاسلام، غالبا هما الاثنين واحد يعني. وغالبا يعني فكر الاسلام كله مرتبط ارتباط وثيق بالفكر اليهودي وفكر العهد القديم، فده كان شيء خلصان بالنسبه لي. بقيه الاديان بقى البوذيه والهندوسيه قريت شويه طبعا عندها وعندها، لقيتها نفس القصه بتتكرر بطريقه مختلفه على حسب ثقافه الشعب اللي هم فيه. يعني في تقارب كبير جدا ما بين قصه بوذا وفيشنا وكله، يعني نفس الفكره برضو اللي هو واحد بيفدي البشريه وبتاع، نفس الكلام نفس الطريقه نفس الافكار غالبا نفس الردود، بس بثقافه مختلفه، بثقافه الهند والصين والحتة دي، فكله في الآخر نفس العجينة. يعني العرب يشربون بول البعير والهنود يشربون بول البقر يعني. ف طيب جورج يعني بصراحة أنا ما بعرف شو قصة تقديس البول، يعني شو جذوره منين جاي إذا في عندك فكرة عنه. يعني عم نشوف بالهند بيشربوا بول البقر، عندك بالإخواننا العرب ما شاء الله يعني ابدعوا في 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 شرب البول البعير، يعني حتى هيحطوه بالثلاجات يعني ويبردوه على بارد يمكن يكون اطيب. يعني لك ان تتخيل يا صديقي واحد زي محمد، انا لا اعتقد يعني ده اعتقاد انا الشخصي مع نتيجه قراءاتي، بس طبعا في ناس عندها اعتقادات اخرى. انا لا اعتقد ان محمد اصلا كان شخصيه تاريخيه، في واحد اسمه محمد، بس هنفترض ان كان في واحد اسمه محمد وقاعد في هذه المنطقه الصحراويه البدويه. ايه اللي حواليك يعني، ايه العوامل اللي موجوده حواليك اللي انت ممكن تتعامل معاها؟ شويه الجمال على شويه المعيز على بس، يعني ايه تاني اللي موجود؟ كم قافله بقى جايه من الشام رايحه الشام بتاع، لكن انت في البيئه دي نفسها عايش في خيمه وصحراء وغنم وجمال، فهتعمل ايه يعني؟ عندك بتواجهك مشكله فبتحاول تتصرف في المشكله بالعوامل البيئيه الموجوده عندك، فهتلاقي الجمل بيتبول، روح خد بول الجمل ده يمكن ينفع. ما انت دايما الانسان عنده فكره ان الحاجه اللي مش مقبوله دي قد يكون فيها فايده، يعني الناس ما بتحبش البول مثلا، فيمكن طب ما يمكن البول ده يكون مفيد وانا ما اعرفش. طبعا هذا البدوي قال لهم اشربوا بول الجمال عشان بيشفي بقى مش عارف ايه وبيعمل ايه. طيب والناس العيب مش عليه، العيب على الناس اللي صدقته، العيب عليه. يعني واحد قاعد في الصحراء بيشرب بول الجمل عشان هو ظروفه مميله ب 60 ليله. انت دلوقتي في القرن ال21 عندك ادويه لكل شيء، يعني حاجات تخصصات التخصص، يعني جوه التخصص الواحد فيه تخصص جوه التخصص جوه التخصص. سايب كل ده وراجع تعمل زي واحد بصمجي بدوي قاعد في الصحراء بيشرب بول الجمل، العيب عليك انت، انت في حاجه في مخك. انا تعجبني منك البصمجي ده بالفعل، ويا ريت يوصل لمرحله البصمجي. يعني البصمجي اقل شيء بيبصم، هذا ما بيعرف البصم اصلا يعني. اللي ما يتسماش يعني ما راح اسميه هلا مشان ما يزعلوا منا اصدقائنا. طيب جورج، انت وصلت لمرحله الالحاد. طب قبل ما اسالك السؤال بس بدي انوه اصدقائي انه الحلقه هي ساعه واحده، جورج راح يعاقبنا اذا طولناها اكثر من ساعه، فبعد شيء خمس دقائق عشان ما نطولش على الناس، بس عشان نبقى خفاف يعني. تمام حبيبي ولا يهمك، يعني انوه اصدقائنا شيء سبع دقائق بس نصير نص ساعه، راح افتح سكايب ونستقبل مداخلاتكم وتعليقاتكم، وبتمنى تشاركونا اصدقائي يعني تبنوا الحلقه معنا. وطبعا الاخ جورج راح يكون ضيف مستمر كل ساتردي، كل سبت راح يكون معنا بموضوع جديد، وبنتمنى مشاركاتكم وتقترحوا علينا كمان مواضيع نقدر نناقشها. طيب جورج، السؤال اللي بدي اسالك اياه، وقت وصلت لمرحله خلاص صرت ملحد، يعني انكرت او اقتنعت انه
هل إله هذا غير حقيقي؟ يعني بلشت تكب الغيبيات على طرف. هل أنت من ذاتك يعني حاولت تجهر بإلحادك قدام أهلك، ناسك، أصدقائك، تناقش أفكارك إنه أشياء غريبة صارت معي، صرت غير مقتنع بهالغيبيات هي؟ يعني الإنسان يكون عنده فضول يحكي لجواته طبعا. تفضل. أولا في نقطة عايز أشير إليها يعني قبل ما أرد على السؤال ده. الناس فاكرين إن أنت بعد ما بتلحد بتبقى عندك فراغ بقى، لأن يعني الإله كان بيملى هذا الفراغ، فأنت بعد ما بتلحد بيبقى عندك بقى فراغ واكتئاب وبتتعب نفسيا. أنا ارتحت جدا نفسيا بعد ما قررت إن أنا أركن الغيبيات على جنب، لأن كل الحاجات اللي أنا كنت بحاول أبررها لهذا الإله ما بقتش مضطر إن أنا أبررها. يعني لما كان حد يجي يسألني وأنا متدين الإله عمل كذا في سفر كذا ولا قتل فلان ولا عمل كذا، كان لازم إن أنا أبرر له. طول الوقت كنت عايش في هذا الصراع، إن أنا عايز أبرر لهذا الإله ده، هذا الإله المجرم، عايز أبرر له أفعاله الإجرامية. لما الحد حسيت إن أنا ارتحت جدا، أنا مش محتاج إن أنا أبرر لك أفعالك الإجرامية، أنت مجرم فتستحق الحكم عليك، يعني تستحق ان الناس يقولوا عليك مجرم، فانا مش محتاج ان انا ابرر لك افعالك الاجراميه. بالعكس انا ارتحت نفسيا جدا وما بقتش تحت هذا الضغط طول الوقت ان انا عايز الاقي تبرير او تفسير للحاجات الاجراميه اللي موجوده دي او الافكار العشوائيه اللي موجوده في هذا. ما بقتش محتاج ان انا افسرها او ابرر لها، لا ده الحقيقه تقول كما هي، ده اجرام، ايوه ده اجرام، ده تخلف، ايوه ده تخلف، بس. فارتحت نفسيا جدا. يعني حكايه ان انا اعرف اللي حواليا، طبعا انا من عادتي انا ما بحب يعني ما بقدرش اخبي اللي جوايا، ما بقدرش ان انا ابقى جوايا حاجه واقول لك حاجه تاني. فطبعا على طول اول ما بدات الافكار دي بدات افكر فيها من قبل حتى ما اقرر ان انا الحد، بدات اكلم اهلي، اصدقائي، اناقشهم فيها. اخويا الكبير كان برضو متعمق في الدين زيي، وكان بقى خادم على اعلى درجه يعني، فكنت دايما بكلمه على الحاجات دي واساله واعرض عليه الافكار اللي كانت في دماغي. هو بالمناسبه برضو نفس الكلام يعني وصل لنفس النتيجه. يعني وصلنا مع بعض، اتكلمنا مع بعض في الكلام ده كتير، حاول هو يبرر لي شويه، وبعدين في الاخر وصلنا لان مفيش اجابه وان الكلام ده كله مجرد خرافات. اهلي ما اعترضوش قوي، يعني اللي هو يعني مفيش في المسيحيه برضو مفيش حد الرد يعني مش هيعلنوا عليا الحرب مثلا او ان انا ارتديت ولا لا، يعني اللي هو دايما عندهم القصص اللي هو اغسطينوس وبتاع، اللي هو انت مثلا سبت الاله شويه بس احنا متاكدين ان الاله هيرجعك تاني ليه وبتاع، يسوع بيحبك وهيجري وراك ويدور عليك وبتاع، بس هو مازال بيجري وراه من ساعتها يعني. تلاقي نفسه اتقطع دلوقتي. حبيبنا يسوع الدلوع. طيب جورج، بس احكينا شو الدافع اللي دفعك انك تسوي يوتيوبات وتحكي بهالموضوع هذا؟ ويعني بصراحة أنا من أحد المعجبين بفيديوهاتك، بأفكارك، بطرحك، بطريقة، لا بجد بجد يعني أنا كتير معجب. وأنا ما أظن في، أنت سويت يوتيوب أنا ماني شايفه يعني، إلا في حالات خاصة مثلا حكي فيها على ردود أفعال كنيسة المينا والأشياء هاي يمكن ما شفتها، ولا الباقي الإعجاز العلمي وغير العلمي والبعوضة وبهلول النجار وكل، ما في يوتيوب ماني شايفه يعني. شو اللي دفعك تسوي هاليوتيوبات هاي؟ اولا لراحتي النفسية انا يعني قبل اي حاجة كان لراحتي النفسية، لان انت بتسمع هذا الهراء سنين عمرك كله، فلازم تعبر عن اللي جواك، فدي حاجة لراحتي النفسية انا لازم اعبر عن اللي جواي، لان الكلام ده كان كتير بقى وبنسمعه بقالنا سنين ومحدش بيرد عليه، فقررت ان انا اريح نفسي واطلع اللي على قلبي. ثانيا اكتشفت ان في ناس كتير زيي، في ناس كتير بيفكروا وبيدوروا، لكن لانه مثلا مش بيعرف يدور كويس، او ما لقيش حد يرد على اسئلته، او ما لقيش حد يشجعه، او ممكن يكون وصل لهذه المرحله لكن ما شافش حد زيه ففكر نفسه ان هو شاذ او وحيد. فحبيت ان اطلع اقول للناس دي لا، احنا انا زيك واحنا معاك وهنتم في زيك ألف واحد مش واحد بس. وردا بقى على الناس اللي هي يعني في هذه الفتره اللي بدات اعمل فيها اليوتيوب، في قنوات دينيه كتير اسلاميه ومسيحيه، والناس دي عندهم منابر وبيتكلموا فيها، وكل الهراء ده بيشيعوه على الناس صبح وليل،
لكن مفيش حد بيرد عليهم خالص. هم ممكن يشتبكوا مع بعض يردوا على بعض، بس كله داخل الخميره الواحده اللي هي ايه، الاله موجود بس انهي واحد بقى، بتاعي ولا بتاعك. لكن ما كانش في حد بيرد على الناس دي، فقررت ان انا ارد عليهم، اطلع بقى يعني نقول بقى اللي عندنا، يعني كفاياكم بقى لكم سنين عمالين تتكلموا لوحدكم، شوفوا بقى راي تاني مختلف. طبعا حكايه الاعجاز العلمي دي حاجه تشل يعني. الغريب ان هي زغلول النجار قعد فتره في قناه الناس، ومحمد حسان والزغبي وناس كتير جدا اتكلموا في الاعجاز العلمي، وفاضل سليمان وغيرهم يعني. تسمع الكلام تحس ان يعني سهل جدا نرد عليه، طب ما حدش رد على الناس دي، تلاقي لا ما حدش رد عليهم. طب في كام واحد هم ضللوه بهذه الافكار؟ كتير. فقلت لا كفايه بقى، يعني انتوا بتهرتلوا بالكم كتير، تعالوا نناقش اللي انتوا بتقولوه ده. يعني انتوا ما انتوا عمالين تهرتلوا على الناس بقالكم 20 سنه، تعالوا نرد على الهرتله اللي انت بتقولها دي. بدات اخدهم موضوع في موضوع، والكلام كله لا يصمد يعني، من اول الاعجاز العلمي في الجنين وغيره والناموسه وجناح البعوضه، كلام كله لا يصمد قدام العلم لثانيه يعني. وخصوصا غموس الدبانه واشربها او كلا وات ايفر يعني. يا رجل بصراحه يعني ما بعرف كيف تفكر العقول يعني، خصوصا في عندنا هذا شو اسمه، في واحد سوري كمان مسوي اعجاز علمي، هذا الكيالي، هذا يعني من هذا البراط هذا سبب اختراع الطائره النفاثه يعني، على حديث البراط تبع محمد. على كل خلينا بموضوع الجهر، بس نحكي بموضوع الجهر ونفتح السكاي بعدين. برايك جورج شو اهميه الجهر بالالحاد؟ يعني نحن الله من انا وصديقي احمد وويس وملهم وبعض اصدقاء سوينا هالحمله هي من تقريبا صارت من شهور. برايك شو اهميه الاجهار بالالحاد؟ انه نطلع نحن كملحدين اصدقائنا الموجودين على الفيسبوك بدل النيك نيم، نطلع ونجهر باصواتنا وباشكالنا الرسميه يعني بدون اي تخفي، بدون شو اهميه الاجهار بالالحاد؟ في كذا نقطة طبعا مهمة جدا في الجهر. أولا لتشجيع الناس اللي زيك، يعني زي ما قلت في ناس كتير كانت واصلة لنتيجة لكن مش قادر يتكلم أو مش عايز يتكلم، خايف الناس تعتبره شاذ أو تضحك عليه أو فحس إن هو مختلف عن المجتمع، فكان مخبي اللي جواه. لكن لما بيلاقي عدد كبير جدا وعنده نفس الأفكار يعني بيرتاح نفسيا، يحس إن هو مش لوحده، يعني أنا مش لوحدي، أنا مش شاذ ولا حاجة، بالعكس في ناس كتير بتفكر نفس التفكير وبتقول نفس الكلام ووصلت لنفس النتيجة. الحاجة التانية ان هي هزت جامد الاصول الدينية المتعمقة والمتغلغلة في المجتمعات الشرق اوسطية من الاف السنين، فدلوقتي سقف المطالب قل جدا، الوضع اختلف تماما من ساعة الناس ما بدأت تطلع وتتكلم. زمان مثلا قبل ما الناس تتكلم، قبل ما يكون في حد بيطلع يتكلم في هذا الكلام، كان لما تيجي تقول مثلا محمد تبقى مصيبه سودة، لو قلت محمد بس كده تبقى مصيبه، لازم بقى تقول عليه الصلاه والسلام، وحتى لو انت مسيحي وفي المدرسه وبتاع لازم تقول كده. دلوقتي من كتر الرجه والهزه اللي اتعمل لهم واسقاط هاله القدسيه دي عن هذه الشخصيات وعن هذه الكتب، بقى دلوقتي يقول لك ايه يا عم قول محمد بس ما تشتمش. فيعني السقف المطالب نزل جدا. ثانيا بدات هم نفسهم المتدينين افكارهم تتطور شويه، زمان كان الموضوع مسلم بيه ومفيش كلام اكتر من كده وفول ستوب نو اذر ووردز وخلاص، هو احنا عرفناها كده تبقى هي كده. دلوقتي لما بتطلع انت تتكلم وترد عليه وتقول له افكار بتجبره هو ان هو يروح يدور اكتر، ما يعتمدش بس على كلمتين الهراء اللي قالهم لك ويمشي، لا انت بتيجي بتقدم له دليل وبتجيب له كتاب وبتجيب له حاجه، فهو كمان بيبقى عايز يروح يجيب لك كتاب ويجيب لك دليل ويجيب لك حاجه تاني، ما اعتمدش على نفس الكلمتين الفاضيين اللي كان بيقولهم لك قبل كده، فده كويس بيخلي شجعه ان هو يبحث هو كمان. اتفضل. طيب معنا اتصال من الاخ احمد دنانه، اذا تفضل اخي احمد. احمد انت معنا؟ ايوه سامعك معاك. علوت علي صوتك كمان؟ ايوه كده سامعني يا جماعه مساء الخير. طيب يا ريت علي صوتك اكتر شوي. طيب كده سامعني؟ سامعينك اتفضل. ازيك يا دكتور جورج؟ اهلا وسهلا، ازيك يا احمد؟ الحقيقه انا من متابعينك وانا اثناء مرحله الشك بتاعتي قبل ما الحق، انا كنت بشاهد فيديوهاتك، انا شفت تقريبا كل فيديوهاتك وانا معجب بفكرك جدا
تعيش تعيش في مقتي فين. انا يعني انبسطت جدا لما لقيت ان جان مستضيفة، قلت كويس والله احنا الراجل ده نحب نسمع منه كتير يعني. انا ليا سؤال اتفضل عايز اقولك واخد رايك فيه يعني. انت مصري ده حالاتي، تفتكر ان في امل ان بلدنا في يوم من الايام هتدرك معنى وقيمة العلمانية، وهتعرف ان الدين ده ما هو الا تقسيم وضعف للمجتمع بسبب الاختلاف بين السني والشيعي والأرثوذكسي والكاثوليكي واخد بالك والبهائي ده بيقسم المجتمع وبيضر وبيأذيه، وانه حب الوطن اسمى وارقى وانضف بكتير من تقديس هؤلاء الشخصيات الأسطورية الخيالية. هذا الذي ولد بدون أب، أنا مش عارف إزاي واحد ممكن يتولد من غير أب أو أنثى تحمل من غير ذكر، يعني لو أنت تقدر تثبت ده في المعمل go to the lab and prove it. واحد كان اتولد بعد 4 سنين من وفاة أبوه، طب يعني وبيقدسوه يعني تاخد بالك، ولا اللي بلعوا الحوت ولا وقصص كل القصة الخرافية الخيالية اللي هم بيقدسوها، وان انت يعني بالنسبة له قطة احمر ما نقدرش نتكلم او نناقشهم فيها. مصر ما انت شايف مصر ازاي في 50 سنة اللي جاية مثلا؟ هل في امل؟ انا شايف ان شباب كتير مصري على الفيسبوك عنده الشك وبيشك وابتدى ان هو يفهم ان الموضوع ده مش حقيقي، وان الموضوع ده مؤذي ليا والبلدي والمجتمعي، وان انا المفروض افكر واشغل عقلي. انا شايف فيسبوك موضح ان في اعداد كبيرة دلوقتي منها الالحق ومنها اللي على وشك الالحاق، فانا بس عايز اسمع رايك في الموضوع. شكرا. طيب شكرا كثير لك اخي احمد، نسمع جواب الاخ جورج. تفضل جورج. طبعا في امل، وزي ما انت يعني زي ما انت ملاحظ، دي مش ملاحظه ليك انت بس، الناس كلها ناس كتير جدا ملاحظه الموضوع ده، ان الناس بدات تتكلم، الناس بدات تشك. كنت بتكلم انا وجان قبل التسجيل ان ازاي الانترنت عمل طفره رهيبه في خلال 4 5 سنين اللي فاتوا دول، بس اكتر من 150 200 سنه اللي فاتوا. دلوقتي بقى سهل جدا الحصول على المعلومه، بقى سهل جدا الافكار. انت مش محطوط في مكان قبل الانترنت، وانت محطوط في مكان فانت بتتلقى العلم اللي موجود في المكان ده بس، او الثقافه الموجوده في المكان ده بس. لكن النت دلوقتي فتحك على علوم وثقافات في دول اخرى واماكن اخرى وناس ثانيه وناس كتير مختلفه. في امل طبعا، بس هياخد وقت. يعني ما نتوقعش ان انا لا اتوقع شخصيا، يا ريت طبعا، بس انا لا اتوقع شخصيا ان في خلال السنتين 3 5 الجايين هيبقى في فرق كبير. لكن في امل، والانترنت موجود، والطبيعه نشكر الطبيعه على وجود الانترنت، ونشكر الطبيعه على كل الانفتاح العلمي اللي موجود دلوقتي. واكيد ال 50 سنه الجايين هيبقوا مختلفين جدا عن ال 350 400 سنه اللي فاتوا. الموضوع هيبقى مختلف جدا. دلوقتي انت بتلاقي شاب صغير 10 سنين، طفل 10 سنين 11 سنة عنده فيسبوك وعنده يوتيوب، وبيشوف وبيسمع افكار كتير، وبيسمع افكار مختلفة، وبيروح يناقش الناس اللي عنده، اللي هي هذا الجيل اللي ما عمره ما فكر، الجيل اللي قبلنا ما بيعرفوش يردوا عليه، فبيقدر يدور على حاجة تاني، مش مضطر ان هو يسمع نفس الكلام كل يوم، لا بيقدر يسمع افكار تاني. فطبعا لا طبعا في امل. طيب معنا اتصال من الاخ احمد الشلبي. تفضل اخي احمد. الو. تفضل اخي. تفضل. اسفين على التاخير. وعليكم السلام. انا سعيد بان انا معاكم النهارده في الحلقه، بس كنت عايز اسلم على استاذ جورج واستفسر منه على بعض الحاجات كده لو يسمح. تفضل. حضرتك درست في مصر؟ انا مش سامع. عم بيسالك حضرتك درست بمصر؟ درست في مصر لحد تاني سنه في الكليه. كليه الطب. الطب. يس. الطب. تمام. بالنسبه بقى لموضوع الكليه، هل في الكليه من درست في مصر واجهت مشاكل خاصه بان الناس او الدكاتره اللي بيدرسوا كان عندهم مشاكل عقليه، او ان هم عندهم مشكله ان هم بيخلطوا، او هو مثلا بيدرس طب المفروض يعتنق او يتاكد من الايفولوشن ده حاجه فاكت، فهل وجه
حاجه وبعدين يقول حاجه عكسها، او هو مش مقتنع مش متفق بدعوك او و يعني مشاكل دينيه خاصه في الكليه، خاصه ان هو العلم اللي بيقدمه منافي لبعض الحاجات اللي هو عنده، ولكن هو بيعترض عليها يعني. ومشاكل، هل واجهت حضرتك مشاكل خاصة بعد ما حضرتك جهرت، وهل جهرت في مصر ولا بره؟ آخر سؤال، إيه اللي حصل؟ عم بيقول هل بره مصر؟ بعد ما ألحدت، هل جاهرت بإلحادك بمصر ولا خارج مصر؟ لا، بره مصر. خارج مصر. ده أكيد قلل كتير المشاكل اللي كانت ممكن تواجهك. طبعًا. خلاص، انا بس متشكر حضرتك انك حبيت اشارك بس. طيب، شكرا كثير لك اخي احمد، شكرا كثير. وطبعا الاخ جورج راح يجاوبك على مساله الاطباء اللي كانوا يدرسوك، هل كانوا يعني كان في مشاكل بين تفكيرهم العلمي وتفكيرهم العقائدي؟ هو الموضوع بدا حتى من قبل الكليه يعني، وانا في ثانويه عامه كان عندنا في ماده الاحياء باب اسمه التطور، كان الباب السابع في ماده الاحياء. انا اتذكر جيدا مدرس الاحياء اول ما جه يشرح لنا هذا الباب، قبل ما يبتدي اي حاجه، هو كان من خلفيه مسيحيه برضو، قال لنا الباب ده قبل ما نبتديه الكلام اللي فيه ده كله كلام فاضي، والكلام ده ما حصلش، وده بس احنا هنقراه وندرسه مع بعض عشان خاطر الامتحان، انما طبعا احنا عارفين ان ربنا خلق ادم وحواء ومفيش حاجه اسمها ادم اتطور من مش عارف ايه ولا الكلام ده بس ايه في الكتاب عشان نعدي الامتحان، انما احنا عارفين ربنا هو اللي خلق وهو اللي عمل، فالكلام ده كلام فاضي. ده مدرس الاحياء، فلك ان تتخيل يعني المدرس اللي المفروض بيعرفك حاجه بيشرح لك باب زي التطور بيقول لك كده عن الباب قبل ما بتبتديه. دكاتره الجامعات للاسف عندهم في منهم نوعين، يعني في نوع مش مقتنع تماما بالعلم، مقتنع تماما ان الدين هو الصح، يدخل لك في محاضرة التشريح يقول لك الاعجاز العلمي في الجنين ولا اعجاز والصورة مش عارف ايه قالت ايه وبتاع، ويحسسك ان هو يعني العلم ده كلام فاضي لكن القرآن هو الصح، وشوف بقى مؤمن الاعجاز العلمي اللي كان عندنا في القرآن هدوه موجود في محاضرة التشريح او محاضرة الاجنة وبتاع. في نوع تاني اللي عنده سكيتسوفرينيا، ودول ما اكثرهم بقى، ده عنده انفصام، عنده عايش بشخصيتين، عايش بشخصيه جوه العلم مختلفه عن الشخصيه اللي بره العلم، فهو جوه العلم بيشرح لك الحاجات العلميه كما هي مكتوبه، لكن بره العلم لو اتكلمت معاه هو مقتنع بالاثنين مع بعض وانا مش فاهم ازاي. يعني هو عنده، وانا عشت المرحله دي برضو مش قادر افهم انا ازاي كنت عايشها، لكن انا كنت عايشها فعلا. فيعني مرحله السكيتسوفرينيا دي مرحله الانفصام الشخصيه، انت بتدرس حاجه علميه ومقتنع بيها وفي نفس الوقت مقتنع بالحاجه الدينيه اللي هي عكسها تماما، وما تعرفش ازاي انت مقتنع بالاثنين مع بعض. ففي دكاتره كتير عندهم نفس الانفصام ده، هو في العلم بيشرح لك حاجه ومقتنع بيها، وفي نفس الوقت في الدين مقتنع بحاجه وما بيحاولش يخلط الاثنين مع بعض او يقارن الاثنين ببعض، ده حاجه عنده وده هذه نقره ونقره اخرى. اخي فتحي، طيب شكرا كثير لك جورج على التوضيح. راح اقرا بس بعض التعليقات اللي جتنا على اليوتيوب. في الأخ دانيال عم بقول تحية للبطل جورج الذي أنا شخصيا أول فيديوهاته شفتها وتابعتها وجعلتني ملحد ومشكك وباحث، كان فيديوهاته الرائعة والتي من خوفهم منها حذفوها له بالتبليغ على اليوتيوب. تحية لك أيها الحر. في الأخ MP3، ما بعرف MP3 إذا كان ذكر ولا أنثى، أقول أخي المحترم جان، أنا من يتابع قناتك لا يشك إن من يتابع قناتك لا يشك أبدا بأنك حريص على تقدم وحرية وكرامة شعوبنا المنكوبة، وكذلك لك موقف واضح من الحكام الدكتاتوريات كبشار الأسد وعمر البشير وغيرهما. السؤال، ألا تجد تناقضا بين منحك وثنائك على دكتاتور مثل عبد الفتاح السيسي ودعوتك للحرية؟ يا اخي ما بعرف، انا مين قال انه انا بيوم من الايام جبت سيره عبد الفتاح السيسي اصلا؟ يعني هو دكتاتور مثله مثل بشار، يعني شو فرق بينه وبين بشار؟ يعني هو ابو زبيبه، وكنا عم نحكي انا وجورج قبل ما نطلع على الهواء، ابو زبيبه
جورج انا بدي منك جواب صراحه. انا عبد الفتاح السيسي سعره بسعر بشار وبسعر القذافي، ما عندي اي يعني ما بعرف منين جبت الحكي هذا انه انا اثني على عبد الفتاح السيسي. متى هذا الحكي يعني؟ انا ما اذا في اصدقاء ثانيين اثنوا عليه انا ما دخلني، هذا مو موقفي، موقف الاصدقاء هم. شو رايك بالحكي هذا جورج؟ انا ما تعودتش اتكلم في السياسه كتير في النشاط على اليوتيوب، بس انا شايف ان الراجل اللي هو نتاج لنفس البيئه يعني ما هوش الفارس المخوار، او مثلا مش ما كانش شغال في ناسا قبل ما يجي يحكم البلد، ما هو متربي في نفس البلد بنفس الثقافه بنفس الفكر بيزبيبه زي ما بنقول، ايه الفرق بينه وبين اي حد تاني يعني؟ نفس الفكر نفسك. بالعكس يعني انا شايف ان هو كان لما دعا لاصلاح الخطاب الديني تبشرنا فيه خير يعني، او تفائلنا باللي هو بيعمله، ولكن كانت في الاخر الدعوه للازهر ان هو يغير بس شكل الخطاب عشان يعني عشان يظهر ان البلد فيها حريه او حاجه، او ان الموضوع ما هوش عنيف قوي، او ان في بعض التسامح. لكن في النهايه لما طلع واحد زي اسلام البحيري عشان يحاول يعمل اي اصلاح اتحبس. فما انا مش شايف ان في فرق كبير بينه وبين مبارك او بينه وبين اي حد تاني في هذه المنطقه يعني، بشار او غيره، كلهم نفس النتاج ونفس الدين ونفس العقيده ونفس الفكر ونفس التعليم. فايه اللي هيبقى جديد يعني؟ ليه انت متوقع ان هو اصلا مختلف؟ بالضبط بالضبط بالضبط. طيب في عندنا بندورة أمي كمان ما بعرف اذا كان انثى او ذكر، عم بيقول تحياتي تحيه لك عزيزي جورج، شكرا على هذا المجهود الجبار. انا لي اقتراح لموضوع هو حقوق المراه في المسيحيه، موضوعهم موضوع مهم لان كثير من النساء من خلفيه مسلمه تعتقد ان وضعيه المراه المسيحيه قصده احسن بكثير في المسيحيه. الكنيسه المسيحيه عملت مجازر بشعه طوال قرون. اشكرك من كل قلبي بالاخص على ردودك الرائعه على الاعجاز او العجز العلمي، فمع ضحكه وانا معجبه، هي طبعا انثى معناتها، انا معجبه جدا بك، شكرا حبيبي جان. شكرا لك بندورة. شو رايك بموضوع المراه؟ او طبعا وضع المراه المسيحيه افضل بمراحل من وضع المراه المسلمه، لان المراه المسلمه هي عباره عن يعني كائن متغطي من فوق لتحته، اي حاجه فيه تعتبر عوره، شعره عوره، عينيه عوره، ايده عوره. فوضع المراه المسلمه وضع مزري يعني للغايه. المراه المسيحيه ليها بعض الحريه، ولكن المسيحيه لان هي نشاتها كانت في منطقه برضو من الشرق الاوسط، لكن لما انتقلت الى اوروبا تحسن وضع المراه شويه، ولكن برضو لان هذا العصر ما كانش المراه لسه ليها حقوق كامله، فهو ادى للمراه حقوق لا كانت بتاعت اوروبا. لكن مازال بولس برضو قال في رساله كورنثوس، قال لك المراه لا لست اذن للمراه ان تعلم ولا ان تتسلط على الرجل. لو المراه عايزه تسال سؤال في الكنيسه ما يطلعش صوتها، تستنى لما تروح البيت وبعدين تبقى تسال جوزها في البيت، لكن صوتها ما يطلعش في الكنيسه. المراه لما تدخل الكنيسه لازم تغطي شعرها عشان الملائكه بيبقوا حاضرين. ما تفهمش ايه موضوع الملائكه بيبقوا حاضرين يعني، يعني هل الملاك مثلا هتتحرك اعضائه الجنسيه مثلا؟ هو لو عنده اعضاء جنسيه هل الملاك الموضوع ده ليه ارتباط على فكره بقصه في سفر التكوين، ممكن نبقى نعمل عليه حلقه ونتكلم عليه، لان في سفر التكوين يقول لك وحدث ان ابناء الله راوا بنات الناس انهن حسنات، وكان تفسير الموضوع ده ان كان في ملائكه شافوا بنات الناس فصارت غرائزهم الجنسيه وراحوا ناموا معاهم وجابوا جيل اسمه الجبابره الذين ذو اسمه منذ الدهر، ودول اللي بسببهم حصل الطوفان. فغالبا بولس كان متاثر بهذه القصه فقال لك ان ممكن الملائكه اللي في الكنيسه برضو ايه يعني يحصل لهم شهوه ولا حاجه، ما تفهمش ايه اللي ممكن يحصل. واضح جدا ان بولس كان متاثر بهذه القصه يعني. فبرضو وضع المراه في المسيحيه ما هوش حلو قوي يعني، يعني ما تقدرش تقارن وضع المراه بالمسيحيه في وضع المراه في العالم المتحضر دلوقتي. وضع المراه في اوروبا وفي امريكا ما زالت برضو المراه في المسيحيه عليها قيود كتير جدا، عليها حظر شديد، ونفس برضو فكرة ايه الخوف من الجنس والرعب من الجنس، وان المرأة دي آلة جنسية، وان هي اللي خرجت آدم من الجنة، وان حواء هي اللي أكلته، وان كل المشاكل دي بتقع على كاهل المرأة في الآخر. فما تقدرش تقارن وضع المرأة في المسيحية بوضع المرأة مثلا في أمريكا، حتى المجتمع نفسه يعني. انت لو انت مجتمع شرقي لو شفت واحدة مثلا لابسة جيبة قصيرة شوية بتبقى مصيبة، لكن لما تروح مجتمع تلاقي كل البنات لابسين شورت، بالنسبه لك ده مش هيبقى مشكله خلاص، لان ده الطبيعي.
ده طبيعي ان كل ده هو ده المنظر العادي اللي انت متعود عليه، فده بالنسبه لك مش حاجه تثيرك. لكن لان المراه في الشرق الاوسط متغطيه كلها، فلو بان منها كعب رجلها بتبقى مصيبه سوداء يعني. طيب في عنا ابو مبارك بيقول: ماذا تعرف عن الاراميين؟ وهل التعارض والاختلاف بين دعوه يسوع وبولس هو دليل على التحريف؟ موضوع يسوع ده انا عملت عليه مقطعين قبل كده، ودي دراسه يعني كان عاملها واحد اسمه جوزيف اتويل وروبرت تايزن مان، كانوا بيقولوا ان يعني شخصيه يسوع دي شخصيه مخترعه. انا اميل يعني مفيش دليل قاطع على اللي هم بيقولوه لحد دلوقتي، لكن برضو مفيش دليل قاطع على ان في حاجه اسمها يسوع. يعني مفيش اي دليل قاطع يقدر يخلي جنب يربح عن جنب تاني، ولكن انا اميل الى الاقتراح الاول ان يعني شخصيه يسوع دي تم اختراعها بطريقه ما من قبل الامبراطوريه الرومانيه اللي وقت الثوره اليهوديه في هذا العصر يعني سنه 70 ميلاديه وقبلها. الفرق بين يسوع وبولس، غالبا بولس هو اللي يعني بولس هو مؤسس الديانه المسيحيه، يعني اكتر من نص العهد الجديد اللي كاتبه بولس، اكتر من 60-70% من افكار المسيحيه هي مصدرها بولس. بولس كان فيه شقاق كبير جدا وخناقه كبيره جدا بينه وبين بطرس وبينه وبين يعقوب، دول اليهود الاصليين اللي هم الشرقيين، وهو كان الغربي المواطن الروماني الغربي اللي يعني عاجبه فكر الامبراطوريه الرومانيه. فطبعا في تعارض كتير جدا بين تعليم يسوع كيسوع كالفكر الشرقي وبين تعليم بولس كان مواطن غربي او مواطن روماني. ما اعرفش كتير عن الارميين بصراحه، اللي قريته كان كلها بس كتابات يعني مؤرخين زي روبرت تايزن مان وجوزيف اتول وغيرهم. طب جورج خلينا نرجع لموضوعنا الالحاد والاجهار بالالحاد. برايك في شو يعني كتير بنسمع عن موضوع حقوق الملحدين، برايك شو هي حقوق الملحدين وكيف ممكن نحن يعني أصدقاء بالفيسبوك بهالمجموعات هاي اللي نحن بنعرفها الملحدين، كيف شو بنقدر شو هي الخطوات اللي نقدر نتبعها حتى نوصل صوتنا للناس ويعني نجبرهم إنه يعترفوا فينا؟ ما هي الشغلة بالرضا يعني، إني ما راح يرضوا، ولكن نفرض نفسنا على الواقع على مجتمعاتنا إنه كشريحة موجودة وقلنا حقوق سعرنا بسعر كل هالناس هاي الموجودين. شو هي الخطوات العملية وشي هي الحقوق بالأساس؟ هو في البداية يعني هو وضع مزري ان انت تبقى بتسأل عن حقوق أقلية، يعني ما كانش المفروض ان المرحلة يعني الكلام يوصل للمرحلة دي اصلا، ان انت انا كملحد ايه حقوقي؟ المفروض ان انت كمواطن في اي دولة بتحترم نفسها ليك حقوقك، اول حاجة حقية اختيار الدين والعقيدة وحرية الفريدوم اوف سبيتش، وده اللي خلى دولة زي أمريكا من أعظم دول العالم، لأن أول مادة في الدستور بتاعها الفريدم اوف سبيتش حرية الكلام، أنت من حقك تعبر عن رأيك وتقول اللي أنت عايزه. عشان كده هي وصلت للمرحلة اللي هي فيها، التقدم اللي هي فيه، عشان الناس عندها فريدم اوف سبيتش. فالمفروض أي دولة بتحترم نفسها مفيش يعني مش المفروض إن أنا أوصل لمرحلة إن أنا أقول إن أنا ملحد ولا حق إن أنا أتكلم. المفروض أنت كدولة بتديني حقي أتكلم بالطريقة اللي تعجبني وأقول رأيي في الحاجة اللي تعجبني طالما أنا ما اعترضتش قانون الدولة. لكن للاسف هذه الدول الدينيه اللي على اسس دينيه عندهم حاجه اسمها قانون ازدراء الاديان، يعني اي دوله في العالم بتحترم نفسها بتحمي الدين. المفروض لو انت مقتنع ان انت الاله اللي هو الكبير قوي ده اللي خلق الارض وبتاع محتاج انت كدوله تحميه، فانت ازاي يعني ازاي انت بتعبده؟ ده انت اللي بتحميه، المفروض هو اللي يعبدك. يعني قلبتوا الموضوع للعكس، قلبتوا الايه ودلوقتي انتوا اللي بتحموه بدل ما هو اللي بيحميكم. الحل الوحيد اللي انا شايفه ان احنا نستمر في الكلام، يعني اجلا او عاجلا هذه الهاله القدسيه ستسقط، اجلا او عاجلا هذه الحكومات والدول ستضطر وتجبر ان هي تدي الاقليات حقوقها، ومش بس الملحدين، حقوق الاقليات عموما. يعني اي اقليه في اي دوله المفروض يبقى ليها حقوقها زيها زي الاغلبيه. فيوم ما هذه الدول يعني يسقط هذه القداسه عنها وهذه الهاله عنها، ساعتها هيبقى كل الاقليات من حياتي تتكلم، وكل واحد محاول يتكلم، وكل واحد يعتنق اللي هو عايزه، وانت كمواطن امام الدوله الدوله مالهاش حاجه عندك غير ان انت لا تخالف قانونها اللي هو القانون البشري المحترم مش قانون ازدراء الاديان. طيب جورج عندي سؤال اخير ونقفل الحلقه.
في يعني كثير هلا بيقولوا انه يا اخي انت الحدت على عيني وراسي، ممكن يعني تحتفظ بالحادك لنفسك ومو ضروري يعني تطلعوا على العلن وتفتنوا بين الناس وهالحكي الفاضي اللي بنعرفه يعني. كيف بترد على هالناس هاي خصوصا المسلمين يعني، ان المسلمين اهم الشريحه الكبرى اللي بيقولوا هالحكي، وانت ملحق خليك على الحادك وخلي الناس يعني. في عنده مثل بيقول ان ارتكبتم المعاصي فاستتروا يعني. نقول له يوم ما انت تدخل دينك العشاء زي ما انت عايزنا ندخل الالحاد العشاء، ساعتها خلاص تمام مش هنتكلم. يوم ما دينك يبقى في بيتك بس وجواك انت بس زي ما انت بتطالبني ان انا الالحاد يبقى جوايا بس، ساعتها مش هيبقى عندنا مشكله. المشكله ان انت فارش دينك في الشارع، فلازم يعني لكل فاعل رد فعل. انت الفعل بتاعك ان انت حاطط دينك في مناخيري طول الوقت، انت دينك طول الوقت في المدرسه في الجامع ميكروفون قد كده بتسمع الناس غصب عنهم الساعه 4 الصبح بتصحيهم للصلاه غصب عنهم، عرفنا بدينك طول الوقت في القنوات التلفزيونيه في كل حاجه انت دينك في وشنا. فلو انت بتطالبنا ان احنا ناخد الحادنا على جنب، خد دينك على جنب. يوم ما تاخد دينك على جنب ساعتها مش هيبقى عندنا مشكله. انا عليا بايه يعني؟ يعني انا ساعتها انت لو الاسلام ده دخل العشة وخلاص وقفل على نفسه بقى الممارسه جوه البيت وجوه الجامع وفي الشارع، انا لا بشوف الاسلام ولا عايز اعرفه، خلاص ساعتها تمام يعني انا مش هاجمك. انما طول ما انت بتهاجمني ما تتوقعش ان انا اسمع الهجوم واقعد ساكت. على فكره انتوا اللي بداتوا يعني، اللي بدا مين نتكلم عن الالحاد واللي بدا مين من البدايه خالص اللي خلانا نطلع نتكلم برضو عمرو خالد، كل الناس دي، عدنان ابراهيم، كل الناس اللي اتكلمت عن الالحاد وهجمه الالحاد وهجمه الفكر الالحادي وهجمه الملحدين. ماذا تتوقع يعني؟ انت اللي نكشت عيش الضبابير، ما تعيطش من القرص بقى. بالضبط، هن فرسان الفضائيات يعني، محمد حسان وهالشلل البهاليل يعني مساطيل ما بعرف شو اسميهم، شويه مجانين يعني، مجانين ارهابيين مجرمين ما بتقدر تسميه اسامي بصراحه يعني، ما في اسم ينطبق عليهم. طيب جورج، نحن راح وصلنا لنهايه الحلقه هاي. طبعا انا وانت ما بعرف حكينا موضوع انه نحكي على رمضان بيوم السبت الجاي، ف شو تحدثنا شوي هيك بكلمتين عن رمضان، شو بنقدر نعطي؟ رمضان ده مأساة بشعة يعني بصراحة يعني. اولا عبء على المسلم نفسه قبل اي حاجة خالص يعني، المسلم نفسه ان انت تفرض على واحد ان هو يصوم لمدة شهر طول اليوم ويجي ياكل اخر اليوم ويفضل ممتنع عن الميه اكتر من 12 ساعه، دي حاجه مدمره للصحه، دي حاجه غير صحيه بالمره. وسيبك من اي حد يقول لك ده اعجاز علمي وصوم وتصح وكل الكلام ده، كل الكلام فاضي. هات لك اي كتاب بربع جنيه، كتاب طب محترم كده بربع جنيه، اقعد اقراه تكتشف ان الكلام ده مدمر لصحتك قبل اي حاجه تاني. طبعا انت حر تدمر صحتك زي ما انت عايز، بس ما تفرضش علينا الكلام ده بقى يعني. مشكله رمضان ان هو بيفرض نفسه على الجميع يعني، حتى لو انت مش مسلم بيفرضوا يقول لك احترم مشاعري يا اخي، ده انا صايم ازاي بتاكل قدامي؟ ازاي بتولع سيجاره قدامي؟ يا سيدي يعني انت لا هترحم ولا تخلي الرحمه تنزل يعني، انت عايز تصوم صوم، هتصومني معاك يعني؟ مشاعر مرهفه يا راجل يعني، كثير حساسين يعني بصراحه، شعرهم مرهفه جدا يعني، حساسين الجماعه يعني، كلهم شعراء وموسيقيين يعني تقول. طيب انا بتشكرك كثير اخي جورج، انا بشكرك صراحه وشرف لي انك تكون معنا بهالبرنامج هذا يعني. انا بصراحه الدنيا مش وسعاني يعني فيك بصراحه يعني. شكرا شكرا. كلمه اخيره بحب توجهها لجمهور البرنامج، كانوا مؤمنين او ملحدين، شو بتفضل؟ احب اقول لهم ان العلم يا صديقي المؤمن او الملحد هو طريقك الوحيد للخلاص، فاطرح غضبك الديني جانبا، اقرا لك كتابين، اتعلم، ما تاخدش المواضيع مسلمه، لان التسليم ده اسوأ شيء في الدنيا. لو بحثت وبحثت بحثا جاد وتوصلت في الاخر ان دين معين الاسلام او المسيحيه هو الدين الصح، على الاقل بحثك هيخليك تبقى واثق من اللي انت بتقوله ويخليك تعرف ترد على الاسئله.
لكن مجرد ان انت بتهاجم او بتتكلم بدافع مشاعرك الدينيه او بدافع ان انت زعلان على الثقافه اللي انت تربيت فيها او الفكر اللي انت تربيت فيه بغشامه وبدون وعي وبدون علم، مش هيوصلك لحاجه في الاخر. فالعلم يا صديقي، والعلم العلم يا صديقي. بكل تأكيد بكل تأكيد، وأنا أضم صوتي إلى صوتك. يعني العلم والتجربة العلمية هم أهم من شيء. نحن لا ندعو إنه تكب دينك وتمشي. المشكلة نحن ما في حدا بيكب دينه. يعني الأخ جورج لما ترك الدين، يعني الدين مو سهل. يعني أي إنسان مؤمن يحط حاله في موقف إنه يترك الدين، ليش أنت بتترك هو بترك الدين وأنا ما بترك الدين؟ لأنه وصل لمرحلة القناعة. والعلم يعني دائما العقل زينة مثل ما بقولوا، ونحن كبشر العقل عنا هو اللي سوانا بشر. يعني لولا العقل ما بنختلف شيء. أصلا نحن فصيلة من هالحيوانات، ولكن العقل هو اللي ميزنا عن هالحيوانات هاي بشكل من الأشكال. على كل حال أنا بشكرك كثير أخي جورج، وطبعا أصدقائي راح يكون معنا الأخ جورج السبت المقبل بنفس التوقيت. إذا ما صار أي شيء، إذا صار أي شيء راح نعلمكم طبعا. وحلقتنا راح تكون عن رمضان، وطبعا بكرة في حلقة الساعة 5 قبل بساعة مع نبينا سامي الدين وحد الردة. فيا ريت تستنونا بكرة كمان ونشوف نبينا سامي الدين من ادعاته. أنا بشكرك كتير كتير جورج على الوقت الطيب اللي أعطيتنا إياه، وأكيد رح نلتقي بالحلقة القادمة. أشكرك شكرا لك جورج. شكرا لكم أصدقائي، إلى اللقاء في حلقة قادمة. إلى اللقاء.